أشكر وزارة الاقتصاد والتنمية على أن ينعقد هذا المؤتمر الإقليمي هنا في القاهرة في مصر. المؤتمر اللي هو بيخص التنمية الاقتصادي للمرأة منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا، واختيار كمان تشييد هذا التقرير المهم البناء للتنمية الاقتصادي للمرأة العربية. وده الاختيار ده يعني بنشر فيه كأوراق مصرية زي ما هي قالت، واحنا متحمسين جدا ان احنا نكون ان شاء الله من اول الدول اللي تكون منفذه لكل الاقتراحات اللي قدمتها كمان الدكتوره مايا مرسي، بالاخص بالتقرير والاستراتيجيه القوميه اللي نشنها المجلس القومي للمراه. وبالفعل هي الدكتوره مايا كانت حريصه حتى وضع استراتيجيه انها يكون في تشاور مع جميع الفئات سواء من الحكومه المجتمع المدني والقطاع الخاص مع جميع المحافظات. ولذلك انا كحكومه باكد ان احنا يعني بنشتغل في عمل واحد لتحقيق هذه الاهداف، وهي احلام مش بس المراه المصريه ولكن احلام مصر.